سألتك ربي صيحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولاد سألتك ربي صيحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولاد وطول حياة في كمال استقامة وحفظ من الإعجاب والكبر والحسد وطول حياة في كمال استقامة وحفظ من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير قصير يكون لنا عونا على منهج الرشاد وحسن الأداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا بر يا صمد وحسن الأداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا بر يا صمد وحسن الأداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد وصلي وسلم يا إلهي يا سرمدا على المصطفى والآل مع كل من سجد وصلي وسلم يا إلهي يا سرمدا على المصطفى والآل مع كل من سجد.